النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في منتدى الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي والذي تنظمه الحكومة الشعبية لبلدية الشيمان ولجنة التنمية والإصلاح بمقاطعة فوجيان، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمنطقة الشيمان الصينية. يأتي ذلك في إطار انعقاد المنتدى الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. وقدم الدكتور العلوي عرضا حول تجربة مملكة البحرين ومبادراتها الرامية إلى الدفع بأتمتة التصنيع والتحول الرقمي في القطاع الصناعي لتحقيق صناعة متطورة ومستدامة، مستعرضا جهود وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع التصنيع المتقدم عبر مبادرة المصانع الذكية والتي تم إطلاقها ضمن مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية. وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الإعلان عن هذا التخصيص جاء عقب المحادثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في أبوظبي. يأتي هذا التخصيص لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب ملياري دينار أردني. وأظهرت معطيات إحصائية رسمية أن الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمت في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 693 مليون دينار أردني، لتتصدر بذلك قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للأردن لجهة الصادرات الوطنية بارتفاع بنسبة 9.17%. قالت إدارة أمن النقل الأمريكية أنها سجلت ما يقارب 3 ملايين راكب بالمطارات في يوم الجمعة الماضي، وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق. يتزامن الرقم القياسي في عطلة نهاية الأسبوع مع بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة. هذا وتسعى شركة الطيران الأمريكية لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.